حضرات السيدات والسادة، السلام عليكم. أود بدءا أن أشكر مؤسسة عبد العزيز سعود الباطين الثقافية والساهرين عليها لتنظيم هذه الندوة ودعوتنا للمشاركة فيها حول موضوع يتنزل في صلب اهتماماتنا في اتحاد المغرب العربي إقليميا وقاريا، أي إفريقيا ودوليا، وهو ثقافة الأمن والسلام وكيفية نشرها اليوم. وموضوع الجلسة الأولى محوري فيها، وهو التعليم وحماية التراث الثقافي. والتعليم هو الأداة العملية المنهجية الهادفة إلى نشر الثقافة بمفهومها الشامل، الذي يتضمن ما عبر عنه في هذا المحور بالتراث الثقافي، الذي يحتاج في كل زمان ومكان إلى الصيانة والتعهد والحماية. الصيانة من الآفات الطبيعية ولا سيما المناخية وسائر الكوارث الطبيعية، والحماية من عبث البشر جهلاً أو تعصباً، ومن اللامبالاة والإهمال وسوء التصرف والاستعمال، إلى التدمير الممنهج من دعاة الظلامية أو من آثار النزاعات والحروب والقصف العشوائي. فقد سجل التاريخ على مر العصور أحداثاً مروعة من هذا القبيل، من حرق للمكتبات وحرق كتب علماء ومفكرين وفلاسفة في الساحات العامة، إلى تدمير المعابد والتماثيل والرسوم الفنية. هذا فضلاً عن الإضرار الفادح بآثار نزلتها اليونسكو ضمن التراث الإنساني، وذلك نتيجة جشع مضاربين أو دجل تجار دين وعبث بعقول بسطاء الأميين وأشباه المتعلمين. ومن هذا تتبين لنا أهمية نشر قيم التربية والتعليم وثقافة حقوق الإنسان التي تقتضي التشبع بقيم التسامح واحترام الآخر وحقوقه الثقافية، التي هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الفردية والجماعية والحريات العامة. السيدات والسادة، لأن ظلت الحقوق الثقافية مدة من الزمن مهمشة ضمن منظومة حقوق الإنسان الكونية مقارنة بالحقوق المدنية والسياسية من جهة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى، لأن ظلت هذه الحقوق الثقافية مهمشة، فإن الوعي بمحوريتها الفلسفية قد ترسخ في العقود الأخيرة وتكرس انطلاقا من إعلان فريبور السويسرية للحقوق الثقافية، الذي كان لنا شرف المساهمة في صياغته ثم تعريبه بدعم معنوي من اليونسكو، التي تبنته بإصدار اليونسكو إعلان اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي، الذي تلاه الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي الصادر عن الأمم المتحدة. لذا وجب تعميق الوعي بأن الثقافة هي مجموع القيم والمؤسسات وأنماط السلوك والتفكير التي يشترك فيها أفراد مجموعة بشرية ويحددون بها هويتهم الثقافية ويتناقلونها ويطورونها عبر العصور جيلا بعد جيل، ويتفاعلون بها مع الثقافات الأخرى التي ينصهر جميعها
في الحضارة البشرية الكونية، ويتم التعبير عنها أساسا بالألسن المختلفة التي تحتويها جميعا اللغة البشرية الكونية. سيدات والسادة، يتبين لنا ختاما مما سبق أن في حماية التراث حماية للثقافة، وأن في حماية الثقافات حماية للحضارة البشرية. لذا وجب أخذ ذلك بعين الاعتبار في هندسة المناهج التربوية وصياغة البرامج التعليمية وتأليف الكتب المدرسية، ليتشبع بها النشأ منذ الصغر، فتساهم الأجيال المتعاقبة في توارثها وتنميتها والتفاعل بها مع سائر البشر ثقافة وتثاقفا. شكرا لكم على حسن الاستماع.